النائب احمد سمير. دلوقتي انا اصبح في عندي تدفق من العمله الصعبه، وده كويس جدا، خلاص بقى موجود الحمد لله والشكر لله عندي، ويستمر التدفق لمده شهر ونص او شهرين كمان. اصبح زي ما كان بيتكلم سياده النائب محمود وايضا دكتور يسري ان انا عندي الفلوس، لكن انا محتاج اعمل اصلاحات هيكليه في البنيه الاقتصاديه بتاعتي. انا بنيتي متعدده الروافد، مفترض انه قال ان انا عندي جزء منها ريع عن طريق البترول او الغاز، عندي جزء منها متعلق بقناه السويس، عندي جزء من السياحه، عندي تصنيع لا باس به بس مش هو ده الحلم بتاعي، وعندي اقتصاد زراعي ومكملاته الى اخره، وبعض الروافد الاخرى. بس انا عاوز اعمل اقتصاد استطيع الاتكال عليه، اعمل ايه بقى؟ طيب، في البداية كده ما حدث في مصر في موضوع رأس الحكمة هو بداية لانطلاقة إن استغلناها بشكل صحيح. استغلناها إزاي؟ إحنا النهاردة كان عندنا مشكلتين في الدولة المصرية واضحين جدا، مشكلة الدولار، عدم وجود دولار وإتاحته في البنك المركزي، وبالتالي بقى عندك سوقين، سوق رسمي ما فيهوش إتاحة، وسوق العملة الصعبة والسعر كان بينهم عالي جدا. اللي حصل في رأس الحكمة والمشروعات الجديدة هو تدفقات نقدية دولارية قلل الجاب ده، وبالتالي بتنهي السوق السوداء في مرحله من المراحل اللي احنا منتظرينها، وبالتالي النهارده استقرار، لان كان اول عوامل الاستثمار ان مفيش مستثمر هيجي في دوله فيها سعرين للعمله. طيب، لما حلينا مشكله الدولار نروح بقى للمشكله الاكثر عمقا، وهي الاستدامه. الاستدامه تاتي من الانتاج والصناعه والاستثمار. دول مشاكلهم ايه؟ مشاكلهم هم استراتيجيه الدوله. هل الدوله بتحل استراتيجيتها بشكل مالي؟ يعني هل احنا النهارده مصروفاتنا اعلى من ايراداتنا فبنستلف بنقترض يعني او بنزود الضرائب، ولا احنا محتاجين نغير الفكر ده ونروح لفكر استثماري ان يبقى عندنا استثمارات بتيجي بتكنولوجيا حديثه، عندنا انتاج ومصانع وتصنيع، وبالتالي صادرات بكواليتي معينه، بنتج منتج بكواليتي معينه اقدر اصدره وينافس فيجيب لي الدولار. لما اعمل كده يبقى عندي استدامه من ايديا اللي بصنع بيها وبنتج بيها، اولاد بلدي اللي بشغلهم، مع التكنولوجيا الحديثه اللي بتيجي من مستثمر سواء مصري او اجنبي. ده النهارده بيخليني اصدر صادرات بحلم بيها تعدي ال 150 وال 200 مليار. الحلم الاولاني كان 100 مليار وترفع ل 140 في الاستراتيجيه اللي بعدها، لكن ممكن نوصل لارقام اعلى من كده بكتير. لو عملنا ده يبقى ده حققنا الاستدامه في توفير العمله الصعبه واستقرار الاقتصاد، لان يبقى عندك تشغيل، هيبقى عندك كمان رؤية واضحة جدا للدولة المصرية إنها بدأت تتجه إلى استثمار وإنتاج وتوفير احتياجاتها بشكل كبير. ليه بنقول كده دلوقتي؟ لأن الأزمة اللي احنا مرينا بيها دي احنا بنمر بيها على فترات متباعدة كثيرا، لأن كل مرة بيبقى عندنا مشكلة في الدولار الدولة المصرية بتبقى وقعت في أزمة. إمتى بقى النهاردة ما بقاش عندنا المشكلة دي ونبقى مريحين ظهرنا كده؟ لما بنتج وبصنع وبحل مشاكل فطول الوقت داخلي طب عشان أعمل كده أعمل إيه؟ أشوف المشاكل اللي عندي عاملة إزاي؟ الأول كده يبقى عندنا رؤية الدولة كلها تتكلم على الاستثمار. على فكرة مصر من أكثر الدول الناجحة في طرح الرؤية والإرادة السياسية في تصور الحرب على الإرهاب، الجمهورية الجديدة. طب احد هذه الحلول هي ايه؟ النهارده التشريعات والقوانين هامه جدا، لكن قد يكون النهارده في مجال الاستثمار بنتكلم عليه بنتكلم على اكتر مثلا من 19 تشريع، بعضهم فيهم مواد تتعارض مع بعضها. الجمهوريه الجديده تستوجب عمل قانون اقتصادي واحد يجمع كل دوت ويطلع بقى، لان في قوانين النهارده في الاقتصاد بنتكلم من سنه 70 ومن سنه 80 اصبح الوضع ملح ان احنا يبقى عندنا قانون واحد. قانون بس مش واحد، لا ما نغيرش فيه كتير، لأن الاستقرار أهم بكتير طبعاً من التعديلات. يعني النهاردة ما جيش قانون أقولها إيه هعدل فيه قوانين صدرت من سنتين بنعدل فيها النهاردة. قانون الاستثمار عدلنا فيه كم مرة، كل ده سلبي للغاية لمناخ الاستثمار. فيبقى تشريع ثابت واستقرار تشريعي. الجزء الثاني التنافسية بيني وبين الدول الثانية عامل إزاي؟ ما النهاردة عالم صغير جدا، المستثمر اللي أنت عايزه يجيلك دوت ما بيجي عندك وما يروحش تنزانيا ليه؟ شوف أنا مش هروح لك تجربة مغربية ولا السعودية ولا الإمارات، عشان النهارده في مميزات. قد تكون اهم المشكلات اللي بنسمعها الولايه على الاراضي في مصر، خاصه الاراضي الصناعيه. مين النهارده اللي بيدي الاراضي؟ بتتعدد الولايات وتعامل مع اكثر من جهه. مشاكل الجمرك، جمرك البضاعه اللي بتقعد في الجمرك احد المشاكل اللي ممكن تكون بتخرج شركات من مصر، عشان لما بيقارن بينك وبين دوله تانية بيلاقي ان انت عندك بابسط السبل، يعني البضاعه بتقعد لك بالشهور، في دول تانية بتقعد بالايام. يبقى لازم اشوف انا وضع ايه، يبقى عندي اراده حقيقيه ورؤيه لمستقبلي، ابقى شايف انا رايح فين. والنقطه الاخيره اللي اقولها لك يا استاذ يوسف ان احنا محتاجين كل حاجه نعملها. ايه اللي يا جو خليتها استاذ يوسف؟
عشان على الهوا بس. احنا على الهوا جدا. ماشي يا جو. اللي احنا كل حاجه بنعملها محتاجين نحط لها جدول زمني. يعني ايه جدول زمني؟ يعني احنا بنقول هنعمل ده، لكن انا نفسي اعرف هعمله امتى وليه النهارده، بتحقق منه قد ايه. دي مشكله حقيقيه بتواجه الدوله المصريه وبتواجهنا، ان النهارده مفيش حاجه شايفين لها رؤيه بجدول زمني مرتبط بتحقيقها، لان ده لو حصل الناس كلها هتبقى في الشارع فاهمه ان النهارده المشروع ده هيتعمل في وقت معين هيضر مصر الاستثمارات بكذا ووضع كذا. لكن النهارده الكلام في العامه كده ان هنبقى نعمل، ما بقاش النهارده في 2024 يجدي الثمار للدوله المصريه بشكل كبير، لان ربط الجدول الزمني بيخليني اقدر احاسب واقدر اقول النهارده اه اتعمل، طب ما اتعملش ليه، طب ايه اللي حصل فيه، فاقدر احاسب لان في جدول زمني. الحاجه الاخيره، مصر ووضعها في المؤشرات الاقتصادية الهامة، مؤشر التنافسية، مؤشرات الحياد والحريات الاقتصادية. مؤشر زي مؤشر الحريات الاقتصادية في مصر ترتيبنا ضعيف للغاية، قد نكون نصل إلى مرحلة القمع في الحريات الاقتصادية طبقا للمؤسسات الدولية اللي بتقيم ده على 12 مؤشر. طب النهاردة ما فيش مشكلة، أنا في الليفل ده، السنة الجاية هعلى منه من ليفل 49.6 اللي هو ترتيبي من 100 نقطة، الدولة 153 من 181، أوصل السنة الجاية بقى ترتيبي الحاجة 52-53 ويبقى مستوايا عالي، السنة اللي بعدها يعلى. مستردنا مع وثيقة ملكية الدولة ومع الجذب الاستثماري الأخير، إن استمرينا بنفس الوتيرة يبقى أنا ساعتها ترتيبه هيبدأ يطلع لفوق. لو حققت اللي بتقوله. طبعا. بص يا فندم، ما تقوله إذا تم تحقيقه، يعني النهاردة قلت وثيقة ملكية الدولة، الهدف خروج القطاع الحكومي بشكل كبير من الاستثمار العام وزيادة حصة القطاع الخاص ل 65% خلال 3 سنوات. حلو. من ديسمبر 2022. النهارده هل هتحقق ده في ديسمبر 25؟ طب النهارده فات ما يقرب من سنه، ما يقرب من تلت المده، حققت قد ايه؟ طب في معوقات هي ايه؟ لازم اللي تقوله تعمله، لو اللي بتقوله بتعمله هتطرح ثقه داخليه وخارجيه، وبالتالي كل مؤشراتك هتتحسن.